التموجات الفكرية والعقدية والمذهبية والطائفية والحزبية. وقد صدق وبر رحمه الله، فإن هذه من أهم ما يصرف الطالب عن الطلب، أو يحرف مساره في طلب العلم إلى الأغراض النفسية. ذكر التموجات الفكرية، وهي ما تأتي من الطروحات والتيارات، سواء الوافدة المستوردة أو المنبثقة من مجتمعات المسلمين، مما هي مكنونات الصدور وزخمها في أفكار تطرأ عليهم لا تزال تنمو حتى تكون تيارا أو مذهبا فكريا. وإن كان أصل الفكرة في الذهن في القلب معفو عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذه الأفكار إذا اعتقدها صاحبها صارت عقائد، وإذا نطق بها أو عمل بها خرجت من كونها محل العفو إلى محل المؤاخذة أو الأجر بحسبها. والتموجات العقدية، لأنه كلما بعد العهد عن الصدر الأول كلما كثرت البدع والأهواء، وهي من أعظم ما يصرف الناس عن الوجهة الصحيحة بما يظنونه دينا ويعتقدونه عقيدة وإن كانت مخالفة لما جاء به الشرع المطهر.